مساء الخير، أهلا بكم مشاهدينا في سوريا اليوم، ونناقش في هذه الليلة المشهد الدولي مع تحول مجلس الأمن لساحة للصراعات بين مصالح الدول بعيدا عن السبب الرئيسي لإنشائه. أما في المحور الثاني سنبحث في التحالفات الدولية التي تتم تمهيدا للضربة التي تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها توجيهها للنظام السوري ردا على كيماوي دوما. كل ذلك وأكثر بعد نشرة موجزة يقدمها لكم الزميل أصلان أصلان. مساء الخير أصلان. مساء الخير مؤمن، وشكرا لك. أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار. قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إن جيش بلاده مستعد لتقديم خيارات بشأن ضربات جوية ضد النظام السوري إذا كان ذلك مناسبا ووفق قوله وما يقرره الرئيس. وأضاف ماتيس أن أمريكا ما زالت تقيم المعلومات وتقيمها حول هجوم دوما الكيماوي، ولا تزال تدرس المعطيات الاستخباراتية الأمريكية والواردة من حلفاء واشنطن بهذا الخصوص دون أن يخوض في التفاصيل. هذا ورفضت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون التعليق على سؤال حول تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفة أن البيت الأبيض هو من يستطيع التعليق على تهديدات ترامب لروسيا التي قال فيها إنه سيستخدم صواريخ ذكية وجديدة ضد النظام السوري. وكتب ترامب في إحدى تغريداته أن العلاقات الأمريكية الروسية بأسوأ حالاتها على الإطلاق بما في ذلك فترة الحرب العالمية الباردة. وحذر ترامب من علاقة روسيا برئيس حكومة النظام قائلا أن موسكو لا يجب أن تكون شريكة لمن يقتل شعبه ويستمتع بذلك، واصفا الأسد بلا إنسان. جاء ذلك عقب تصريحات روسية قالت إنها ستسقط جميع الصواريخ التي ستستهدف سوريا ومواقع إطلاقها أيضا، مطالبة بتوجيه صواريخ أمريكا الذكية نحو مواقع الإرهابيين حسب وصفه. من جهته قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا ستحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي، مضيفا أن الوضع في العالم مثير للقلق آملا بأن يسود المنطق سليم. ويتزامن ذلك مع إعلان وزارة الدفاع الروسية دخول الشرطة العسكرية التابعة لها إلى مدينة دوما يوم غد، زعيمة أن العينات المأخوذة من المنطقة التي تعرضت للهجوم الكيماوي لم تشر إلى وجود أي مادة سامة بالمنطقة. نبقى في روسيا، حيث قالت وزارة الخارجية إن الصواريخ الأمريكية الذكية يجب أن تستهدف ما سمته الإرهابيين لقوات النظام السوري ردا على تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاغاروفا إن الهجوم الصاروخي الأمريكي المحتمل على سوريا من شأنه مسح الحقائق حول الهجوم الكيماوي في دوما بالغوطة الشرقية. وسبق أن حذرت روسيا واشنطن بالرد على أي ضربة أمريكية، معتبرة أن التصريحات الأمريكية حول الجرائم البشعة للنظام لا تستند إلى الحقائق. في حين قال الكرملين وفي معرض رده على تغريدات ترامب أن روسيا لن تكون طرفا في دبلوماسية التغريدات، وأعرب الكرملين في وقت سابق معارضته بقوة لأي ضربة أمريكية محتملة، مضيفا في بيان صادر عنه أن تقييم ترامب للوضع الراهن في سوريا لا يتوافق مع التقييم الروسي. ورفض الكرملين التعقيب على تصريح السفير الروسي في لبنان الذي قال فيه إن أي ضربة أمريكية على سوريا سيقابلها إسقاط للصواريخ أو استهداف لمصدر إطلاقها، مشيرا إلى أن تصريحاته تستند إلى تصريحات الرئيس الروسي ورئيس الأركان. نقلت وكالة انترفاكس الروسية عن نائب في الدوما قوله أن موسكو على اتصال مباشر مع الجيش الأمريكي فيما يتعلق بسوريا. تصريحات المسؤول الروسي سبقها تأكيد من القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية أن الولايات المتحدة ما تزال على اتصال دائم مع الروس لتفادي وقوع أي صدامات بين قوات البلدين سواء على الأرض أو في الأجواء السورية. وقال المتحدث باسم القيادة الأمريكية داميان بيكارت أن خط تسوية الخلافات في مركز العمليات الجوية المتحدة ما يزال مستخدما كما في السابق، مشيرا إلى أن قاعدة حميميم الروسية في سوريا هي إحدى نقطتي الاتصال والتنسيق بين القوات الروسية والأمريكية.
وفي تطور متصل قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي إن جميع المؤشرات تدل على أن النظام السوري مسؤول عن هجوم دوما الكيماوي، وأن مثل تلك الهجمات لا يمكن أن تمر دون رد. وقالت ماي للصحفيين في مدينة برمنغهام أن هجوم دوما كان صادما وهمجيا، مضيفة أنها تعمل على كثب مع أقرب حلفاء لندن لبحث كيفية ضمان محاسبة المسؤولين عن الهجوم. ورفضت ماي الإجابة عن سؤال حول ما إذا كانت ستدعو البرلمان البريطاني للانعقاد، مكتفية بالقول أنها تعمل مع الحلفاء لمنع وردع استخدام الأسلحة الكيماوية. قالت وسائل إعلام فرنسية إن مقاتلات رافال تتأهب في قاعدة سانت ديزي العسكرية شمال شرقية فرنسا، مشيرة إلى أنها مستعدة لأي قرار سياسي بتوجيه ضربة إلى أهداف في سوريا. وذكرت الوسائل أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تسلم خططا عسكرية من قادة الجيش الفرنسي، مضيفة أنها قد يتم اعتمادها لتوجيه ضربة إلى سوريا في حال تم اتخاذ القرار السياسي بذلك. وفي تركيا قال وزير الخارجية مولود تشاويش أوغلو بأنه بات من الضروري إبعاد بشار الأسد عن هرم السلطة في سوريا. وأضاف أوغلو في ندوة حول الإسلام فوبيا في أوروبا أن نظام بشار الأسد لم يستخدم الأسلحة الكيماوية لأول مرة، بل قتل قرابة 1 مليون شخص باستخدام أسلحة تقليدية وأخرى محرمة دوليا. وتعليقا على الضربة الأمريكية المحتملة ضد النظام قال أوغلو: سننتظر ونرى ما إن كانت الضربة ستنفذ أم لا. أما وزارة الخارجية التابعة للنظام السوري فدعت أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم فبركات وأكاذيب كذريعة لاستهداف سوريا. جاء ذلك في إطار رد النظام على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما أضافت خارجية النظام أنها لا تستغرب مثل هذا التصعيد الذي وصفته بالأرعن من قبل واشنطن. عسكريا، قالت مصادر ميدانية إن قوات النظام نقلت عددا من الطائرات الحربية والمروحية والعسكريين، بينهم ضباط ومستشارون إيرانيون وروس، إلى مطار دمشق الدولي ومطاري حما والنيرب العسكريين. كما نقلت قوات النظام 5 طائرات حربية من مطار السين العسكري في ريف دمشق، و6 مروحيات روسية من مطار التيفور في حمص إلى مطاري دمشق الدولي والنيرب، وكذلك عددا من العسكريين الروس من مطار حميميم إلى حما، تحسبا لضربات عسكرية غربية على سوريا ردا على هجمة الكيماوي الأخيرة التي قامت بها قوات النظام في مدينة دوما بالغوطة الشرقية. بحث المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتيف خلال زيارة مفاجئة إلى طهران اليوم الثلاثاء التهديدات الغربية بتوجيه ضربة عسكرية للنظام السوري ردا على الهجوم الكيماوي الذي شنه النظام على مدينة دوما في الغوطة الشرقية. وأجرى المبعوث محادثات معمقة عن الوضع في سوريا مع الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني ومسؤولين آخرين، تناولت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل في سوريا. ووسط توتر التصريحات، حذرت المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية شركات الطيران في الشرق الأوسط من احتمال شن ضربات جوية في سوريا خلال 72 ساعة القادمة. وقالت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني إنه من الممكن استخدام صواريخ أرض جو وصواريخ كروز أو كليهما خلال تلك الفترة، ما يرجح تعرض أجهزة الملاحة اللاسلكية للتشويش على فترات متقطعة. هذا وأكدت المنظمة على ضرورة توخي الدقة والحذر أثناء تخطيط العمليات الخاصة بالرحلات في منطقة معلومات الطيران بشرق المتوسط. نهاية النشرة مشاهدين الكرام، تتابعون بقية سوريا اليوم مع الزميل مؤمن سراج الدين. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
أهلا بكم مجددا في سوريا اليوم، ونناقش في حلقة الليلة فشل جلسة مجلس الأمن في التوصل لاتفاق يقضي بالتحقيق في هجوم دوما الكيماوي وانعكاسات ذلك على صورة المجلس ودوره في حفظ الأمن والسلم الدوليين. في المحور الثاني مشاهدينا نبحث أسباب تأخر الولايات المتحدة في تنفيذ الضربة التي وعد بها دونالد ترامب ردا على كيماوي دوما، وعن التحالفات التي تبنيها بين الغرب والشرق لمواجهة أي رد فعل روسي. يشهد مجلس الأمن سجالات حادة بين الدول صاحبة النفوذ التي تلوح دائما بتمرير مشاريعها خارج مظلة المجلس، ما يظهر حالة التخبط والعشوائية في القرارات الدولية التي أدت في نهايتها إلى إغراق المجلس بتفاصيل من شأنها أن تضعف من دور عمله وتسهم في مزيد من خلط الأوراق في العالم. تقرير أحمد عاصي. الملف السوري تحول إلى سجال حاد في مجلس الأمن بجلسته الأخيرة لينتهي إلى تبادل للاتهامات بين أمريكا وروسيا. وفي سابقة نادرة الحصول يعقد المجلس اجتماعا ليناقش ثلاثة مشاريع لقرارات في ملف هجوم النظام الكيماوي الذي بات المعضلة التي يقف المجتمع الدولي عاجزا عن حلها. اللافت في الأمر هذه المرة أن مسودات للقرارات الثلاثة قدمت في تناقض واضح يبدي مدى الانقسام الحاصل في مجلس الأمن، وينعكس مباشرة على السياسة العامة التي وجدت المنظمة الدولية لتحقيقها ليبديها عاجزة أمام أهداف الدول العظمى التي تلوح بين الحين والآخر بتمرير مشاريعها خارج مظلة مجلس الأمن. روسيا استخدمت حق النقد الفيتو منذ بداية تدخلها في سوريا 12 مرة خدمة لنظام الأسد، حائلة بذلك بين المجتمع الدولي الذي بدا جادا بفتح تحقيق باستخدام الكيماوي، وبين أي إجراء يمكن أن يتخذ بحق النظام الذي اخترق القوانين والأعراف الدولية لأكثر من مرة. سفراء الدول في مجلس الأمن عبروا عن غضبهم حيال التخبط والعشوائية في القرارات التي أسهمت في إغراق المجلس بتفاصيل من شأنها أن تضعف دوره وتسخره لخدمة مصالح ترضي أطرافا بعينها. ولعل العجز في حل المعضلة السورية والتوصل إلى اتفاق دولي بشأنها ومحاولات الدول ذات النفوذ تمرير قراراتها خارج المجلس من شأنه أن يؤسس لحالة عالمية جديدة ويضع النظام العالمي على مفترق الطرق أمام اختيارين أحلاهما مر، إما مباركة الحروب الظالمة والتغاضي عن أفعال الحكام، أو التحول إلى سياسة العمل الفردي خارج إطار المؤسسات الدولية الجامعة. لمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور عماد حرب مدير الأبحاث في المركز العربي من واشنطن معنا عبر الأقمار الصناعية. أيضا ينضم إلينا من واشنطن عبر سكايب الدكتور عبد الحميد الصيام الخبير والمتحدث السابق في الأمم المتحدة من نيويورك أيضا معنا في الاستوديو السيد ماجد عزام وهو صحفي وكاتب ومحلل سياسي، ومن أربيل الدكتور رضوان بديني أستاذ الإعلام في جامعة صلاح الدين. أبدأ معك دكتور عبد الحميد، هل خرج مجلس الأمن من مهمته وفي حفظ الأمن والسلم الدوليين ليصبح ساحة للسجالات بين الدول كما حدث في جلسة الأمس؟ أهلا بك وبضيوفك الكرام. يعني أود أن أقول أن المجلس في بعض القضايا يكون موحدا وفي قضايا أخرى يكون منقسما على ذاته وفي قضايا ثالثة يكون مغيبا. وأعطيك أمثلة، عندما تكون قضية كورية أمام المجلس، كوريا الشمالية وتجاربها النووية، يكون المجلس موحدا. تتصرف السيدة نيكي هيلي وكأنها طاووس تجمع الأعضاء بسرعة ولا يترددون في إصدار بيان رسمي، ثم يعودون لنقاش البحث ويتخذون قرارا بالإجماع. عندما تقدم سفير الكويت لبحث بيان صحفي فقط حول مجزرة غزة غيب المجلس، ورفضت نفس السفيرة أن تقبل بصدور بيان صحفي
فقط يعبر عن قلق المجلس لما جرى ويطالب بحماية المدنيين وحقهم في التظاهر السلمي. ولكن عندما يأتي الموضوع إلى سوريا تختلف القضية تماما. نتذكر أيام الحرب الباردة، المجلس منقسم تماما على نفسه، لا يتفقون على كثير من القضايا. هناك تحالف جديد يصاغ الآن، هذه ممكن أن نسميها ما بعد الإمبريالية الجديدة، وهي فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، يريدون أن يستخدموا المجلس لأغراضهم الشخصية ولهيمنتهم. أرادوا من المجلس أن يتسرع في موضوعين سريعين، موضوع محاولة اغتيال عميل مزدوج في بريطانيا سكريبال وابنته يوليا، وموضوع الغارة على الدوما أو ما سمي بالهجوم الكيميائي على دوما. لم يكن المجلس موحدا، كان هناك عدة مشاريع، كان هناك نقاش حاد، كان هناك محاولات من السويد لإيجاد أرضية مشتركة بين المشاريع الثلاثة. أغلق المجلس بعد تصويتين، ثم عاد مرة أخرى ليصوت للمرة الثالثة على المشروع الثالث ويفشل. نعم. أيضا قبل أن أنتقل إلى ضيفي في الاستوديو أنقل هذا الخبر العاجل. وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الجيش السوري التابع للنظام نقل معدات عسكرية قبيل الضربة المحتملة. أيضا وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس توجه إلى البيت الأبيض لبحث الملف السوري. سيد ماجد، برأيك ما كان لافتا في كلمة هيلي أمس بالنسبة لك؟ يعني أولا مساء الخير لحضرتك، للضيوف والسادة المشاهدين. كان اللهجة القاسية أو القوية جدا اللي استخدمتها تجاه روسيا هي تعبر عن المرحلة الآن أو عن السجال أو عن الجدل الحاد المتفجر في الفترة الأخيرة على عدة ملفات. فكرة أن الإدارة الأمريكية أو إدارة ترامب ستذهب باتجاه تهدئة الأمور مع روسيا انتهت تقريبا مع تقدم تحقيق المحقق مولر، كما مع محاولة أو قتل العميل الروسي السابق في بريطانيا. الأمر الآخر أنه واضح أنه هناك انقسام في مجلس الأمن، لكن هناك يقين أن هذه الجريمة ارتكبها النظام منظمة صحة. يعني مثلا المندوب الروسي قال أنه في مجلس الأمن أنه لم يكن هناك استخدام للسلاح الكيماوي، ثم الآن تقول روسيا أنه أي ضربة أمريكية ستزيل الدليل على استخدام السلاح الكيماوي. اليوم تقول منظمة الصحة العالمية أنه 500 شخص على الأقل، 500 مواطن أصيبوا بسلاح كيماوي أو بأعراض ناتجة عن استخدام سلاح كيماوي. ومنظمة هيومن رايتس واتش قالت أنه بصمات النظام واضحة، أصلا لا حاجة لعظيم جهد للقول أن هذا النظام. يعني شوف المشهد نفسه في دوما أو الغوطة، مشهد التدمير، القصف للمدنيين، قتل البشر، تدمير الحجر، ثم التهجير والتطهير العرقي، لا تقول أن هذا النظام يرتكب كل الجرائم بعد عام. على فكرة لماذا يعني في ظل هذه الدلائل الواضحة سيد ماجد يفشل مجلس الأمن في إيجاد حل او يصوت بالاجماع على مشروع قرار؟ يعني اولا منذ عام استخدم النظام السلاح الكيماوي في خان شيحون، وتقرير مشترك للامم المتحده ومنظمه حظر الاسلحه الكيماويه قالت ان النظام هو اللي استخدم او هو اللي قام بهذه الجريمه. لكن روسيا تنفي، وروسيا يعني روسيا تريد ان تتهرب من مسؤوليتها. اولا هي اللي قادت المعركه في الغوطه، معركه التدمير والتهجير والتطهير العرقي في الغوطه قادتها روسيا، واللي فاوض ثوار الغوطه هم روسيا. وب 2013 يفترض أن روسيا هي التي كانت ضامنة للنظام عندما تم التوصل إلى الاتفاق المشين اللي يعني نظريا سحب السلاح الكيماوي لكن أعطى الأسد الحرية أو القدرة لاستخدام كل أسلحة. يعني سبب الفشل هو تورط روسيا في يعني روسيا بشكل يعني فينا نقول أنه بشكل عام روسيا تجاه القضية السورية تتصرف تماما كما أمريكا أو إلى حد ما كما أمريكا في الملف الفلسطيني. دكتور عماد، إلى أي حد ترى بأن روسيا تقود عمل مجلس الأمن، تغير في طبيعة عمله؟ نعم دكتور عماد، هل أنت معي؟ شكرا على استضافتي سيدي، وتحياتي للزملاء الكرام. نعم أسمعك جيدا، هل تسمعوني؟ تفضل أسمعك جيدا. ألو؟ نعم. بالحقيقة المشكلة ليست في آليات مجلس الأمن، المشكلة ليست في القوانين التي تحكم التصرفات لمجلس الأمن، المشكلة سياسية بالطبع، وهذه كانت دائما ولا تزال مشكلة سياسية في هذه المنظمة الدولية. روسيا تتهم الولايات المتحدة بأنها تستغل المجلس لأغراضها السياسية، وكذلك الولايات المتحدة تتهم روسيا بذلك. حسب المواقف
بالأمس صوتت مندوبة الولايات المتحدة هناك ضد قرار بشجب العمل الإسرائيلية في قطاع غزة، واليوم روسيا تقوم بذلك في شجب عمل النظام السوري في الغوطة الشرقية. الحقيقة المشكلة هي في الاستقطاب السياسي العام الذي يحكم القضايا الدولية، ومجلس الأمن هو المجلس التنفيذي النهائي لهذه المنظمة الدولية الأمم المتحدة، وهو المجلس الذي يبرز فيه هذا الانقسام السياسي العام بأشكال واضحة. لا أعتقد أن هذا أن العالم سينتهي من هذه المشكلة، أعتقد أنها ستستمر طالما أنه هناك ليس هناك ما يسمى تسويات سياسية خارج مجلس الأمن، بمعنى أن الدول التي لها مصالح إن كان في سوريا أو في القضية الإسرائيلية الفلسطينية، الدول التي لها مصالح ولها وتدعم أنظمة معينة ستأتي بتلك المصالح إلى شتى المحافل الدولية. ومجلس الأمن ليس هو الوحيد بالمناسبة، هناك مشاكل في منظمات تابعة للأمم المتحدة على 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 أنواعها، والنفس المشكلة ستكون هناك وستستمر حتى يستطيع العالم أن يضع لنفسه قوانين جديدة قد تكون استجدت مع تطور الأحداث منذ أكثر من 70 عاما في منذ تأسيس الأمم المتحدة. نعم سيد رضوان، أود أن أسألك عن رأيك في فشل جلسة مجلس الأمن الأمس، كيف ستكون انعكاساتها أيضا على المدى القريب والبعيد؟ أولا مساء الخير لك ولضيوفك الكرام والسادة المشاهدين. برأيي موضوع أنه كما يقولون بالفرنسية دو بوا دو ميزور أو التعامل بالكيل بمكيالين إحدى الصفات السائدة والمستمرة بالنسبة لي بالتعامل مع مختلف القضايا العالمية، يعني مثل ما تفضل بعض الزملاء الآن حول ما جرى في فلسطين قبل فترة واليوم بالنسبة للأحداث دوما، لكن هي مسألة ما جديدة، هي مسألة قديمة، هي كانت منتشرة بشكل حاد أكثر في سنوات الحرب الباردة بعد الحرب العالمية الثانية إلى تسعينات القرن الماضي. اليوم ما يميز العلاقات الجارية اليوم هناك مرة أخرى اشتداد في الصراع بين القطبين الرئيسيين الذي تغير بعض ملامحهما، بالأخص لجهة روسيا التي أصبحت وريثة الاتحاد السوفيتي. لكن أعتقد القضايا الأساسية التي كانت محك المناكفات والمشادات والصراع بقيت على حالها. اليوم في مسألة دوما برأيي يعني بغض النظر إذا كنا نحن من أي حجج هذا الطرف أو الآخر، ما يجري على الأرض جزئيا الفيديوهات التي انتشرت لا تثبت بشكل دامغ مسألة استخدام السلاح الكيميائي بشدة على المظاهر اللي الموجودة في الفيديوهات، والتاريخ يعني الغالبية العظمى من المراقبين المحللين السياسيين كانوا يتبعون الأحداث ويعرفون أنها على وشك أن تنتهي الأحداث في دوما. الغالبية العظمى من المقاتلين سلموا أسلحتهم أو ولكن يعني سياق الأمور توضح وتؤكد سوريا. يعني كما يعني تحدث السيد ماجد عزام، يا سيد بديل لو تسمح لي قليلا مهمة. يا سيد رضوان، يعني سياق الأمور توضح بأن النظام السوري هو من يقف وراء هذا الهجوم كما تحدث السيد ماجد، يعني فاسيلي بنيزيا غير موقفه عدة مرات في الأمس واليوم، يعني حينما تحدث بأنه ليس هناك هجوم كيميائي ومن ثم روسيا حذرت من أن الضربة الكيماوية ستزيل أي دلائل على وجود سلاح كيماوي. 40 سنة. نعم. أستاذ مؤمن، أنا معارض أكثر من 40 سنة. تمام. وأنا اللي صاحب كتاب الأسد والأكراد شريعة الغاب من 2004. لا دفاعا عن موقف النظام ولا شماتة في المعارضة. أقول الحقيقة كما هي
من وجهة نظر موضوعية. أنا لست خبيرا كيميائيا ولم أكن على الأرض حتى أبحث في سياقات الموضوع وأتعرف على الموضوع عن قرب، لكن ما كانت سائدة في محاولات السائدة السابقة كانت أكثر إدماغا أكثر إثباتا على استخدام النظام الكيميائي، ولم تكن هناك أي إجراءات ضد النظام. قصدي هنا الكيل بمكيالين أو الظروف التي ترافق العملية. اليوم سمحت يعني الأجواء والمناخ العام السياسي اللي يشبه كثيرا مناخ اللي كان سائد في أثناء الحرب الباردة ساهم في تعزيز القناعات هذه الجديدة والتحضير لقيام بضربة تأديبية للنظام، بينما كانت هناك يعني وقائع أخرى أكثر إدماغا مثل ما قلت، لكن تجاهل المجتمع الدولي، تجاهلت الأسرة الدولية وغضت النظر. كي ينظر يعني في توزيع الأدوار دكتور هذا ما كنت أريد أقوله. نعم دكتور وصلت الصورة. دكتور عبد الحميد، التلويح دائما من قبل الدول ذات النفوذ بتمرير مشاريعها خارج مظلة المجلس، أليس من شأنه أن يؤسس كيان جديد، ربما دولة جديدة خارج مظلة المنظمات الأممية، يعني وكأن لا دورة ولا طعم للمجلس الأممي؟ يعني هذا يذكرنا بما فعلته الولايات المتحدة في العراق عام 2003 عندما فشلت في إقناع مجلس الأمن باعتماد قرار لتأييد غزوها للعراق، اضطرت أو ذهبت خارج إطار مجلس الأمن، لكن في الأخير عندما تورطت كثيرا وبدأت تدفع الثمن الغالي وانفض حولها الناس وانتقاداتها، عادت إلى مجلس الأمن وطلبت المساعدة، خاصة بعد عمليات المقاومة التي بدأت تستهدف الجنود الأمريكيين. الآن الصورة مكررة أخرى. أريد أن أوضح نقطتين في الأول، اسمح لي يعني. تفضل. أولا، عملية التحقق من استخدام الأسلحة الكيميائية ليس سهلة، هناك مرحلتين، وهذا الفرق بين المشاريع التي طرحت. أن تتأكد أن السلاح الكيميائي استخدم أولا، ثم تبحث عمن استخدم السلاح الكيميائي. وخذ مثلا عندما أسست آلية التحقيق المشتركة المكونة من خبراء من الأمم المتحدة ومن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وكانت تطلق عليها اسم جيم، وكانت ترأسها السيدة فيرجينيا جامبا، قامت بالتحقيق في 6 حوادث استخدم فيها السلاح الكيميائي، وبعد مدة طويلة أو سنتين أو أكثر عادت إلى مجلس الأمن لتقول تأكدت من 4 حالات فقط، 3 استخدمها النظام، 1، 2، 3، والرابعة استخدمتها حركة داعش أو استخدمت السلاح الكيميائي الجماعات الإرهابية. إذن ليست عملية سهلة. هذه الدول أصدرت حكما سلفا من هو المدمن فورا، كما هو الحال مع السكريبال الذي كانت هناك محاولة لاغتياله في سالزبورغ. إذن القانون الذي تدعو إليه الأمم المتحدة أن تشكل لجنة تحقيق ترسلها إلى المكان تجمع المعلومات، نعم، وبعد ذلك تنتقل إلى المرحلة الثانية. والذي قاله السفير بننزا في مجلس الأمن، هناك الآن على الأرض آليات تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، دعوهم يتصرفوا وبسرعة لجمع المعلومات والحقائق والعينات ومقابلة الجرحى والتربة وإلى آخره، ثم يعودون إلى مجلس الأمن ويقولوا تأكدنا من استخدام السلاح الكيميائي لنذهب الخطوة الثانية. دكتور عبد الحميد، قبل أن أختم المحور أود لدى السيد ماجد تعليق، تفضل. يعني أولا، مارست الإجرام الولايات المتحدة خارج مجلس الأمن ليس وحدها، روسيا مارست الإجرام في الخيار الشيشاني، مارسته في أوكرانيا باحتلال القرم، ومارسته في جورجيا، هذا أولا. ثانيا، أمامنا تقرير من مجلس الأمن ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قالت أن النظام استخدم الأسلحة الكيميائية في خان شيحون، نعم. ثم روسيا رفضت التمديد للجنة. ما من شك أنه في الذي يرتكب الجرائم على نطاق واسع هو النظام، وفي دوما تحديدا كان يعني الجيش الإسلامي وكان الثوار وكان المقاتلين وكانوا أهل دوما رافضين الخروج رغم تدمير المدينة على رؤوسهم. يعني استخدام السلاح الكيميائي كان نوع من الاستهزاء بالمجتمع الدولي بعد سنة من مرور سنة على جريمة خان شيحون دون عقاب، مرور جريمة الغوطة في 2013 دون عقاب، ثم لكسر الروح المعنوية للناس وتهجيرهم. تعرف أنه جيش الإسلام حتى استخدام السلاح الكيميائي والناس في دوما كانوا يقولون أنهم سيكونوا صامدين في بيوتهم صامدين في قراهم، استخدم النظام لكسر الروح
المعنوية لهم لكسر صمودهم ثم لتهجيرهم من أجل التطهير العرقي اللي سماه بشار الأسد سوريا المتجانسة. الحشد الشعبي الإعلامي سماه منذ سنوات سوريا المفيدة، وتوجيه رسالة إلى بقية الكفار أنه لا فرصة للصمود أمام الاحتلال الروسي وأمام أداته أو بقايا النظام العصابة في الشام. نعم، أود أن أشكر الدكتور عبد الحميد صيام الخبير في شؤون الأمم المتحدة، كان معنا عبر خدمة سكايب من واشنطن. مشاهدينا الكرام، سننتقل بعد الفاصل إلى محور آخر، ابقوا معنا. مواقف تتبدل وتصريحات تتغير، تبدأ التحالفات، تكثر التهديدات وتزداد التحذيرات، هي حال الأيام الأخيرة في وقت بات فيه مجلس الأمن ساحة للاستجالات مسرحا للوعيد بضربة ليست أمريكية فحسب، هي ضربة على ما يبدو ستشرك فيها واشنطن حلفائها الغربيين وآخرين في الشرق الأوسط. صواريخ أمريكية ذكية بحسب ترامب ستشهدها سوريا في قادم الأيام، فهل ستقسم هذه الضربة إن حصل الظهر البعير أم ستكون على مبدأ فرك الأذن؟ تقرير عصام اللحام. ما يزال النظام السوري وحليفه الأبرز الروسي ينتظرون أقصى ما يمكن أن تحمله الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها المتقاتلون ضد استخدام السلاح الكيميائي مرة أخرى من قبل النظام الذي كان مسرحه مدينة دوما. لهجة تأخذ منح الحدة العسكرية وعرض قدرات كل طرف في مواجهة قد لا تكون الأولى على مر التاريخ ولكنها الأكثر خطورة علانية. تساؤلات كثيرة أحاطت بالرد الأمريكي من حيث التردد أو التأخر في التنفيذ بخلاف ما حدث إبان ضربة الشعيرات عقب مجزرة خان شيخون، لكن هذه المرة يبدو أن ترامب لا يرغب في المواجهة وحيدا، لا سيما أن الظروف قد تغيرت مع إحكام روسيا سيطرتها بشكل كبير على ما يسمى سوريا المفيدة وتأمينها بشكل جيد، مما أشعرها أن أي تهديد بات من الماضي وأي تهديد قادم هو اعتداء مباشر عليها وبمنزلة إعلان حرب عالمية جديدة، الأمر الذي قد يدفع ترامب للتروي وبناء تحالف جماعي موسع يضم عدة أطراف. الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرة تسعى وفق مراقبين لربط عدة دول ومنظومات معها في الرد المقبل على كيماوي دوما، فكانت المفاوضات الأولى مع بريطانيا التي يبدو أنها عقدت العزم وبدأ التحرك نحو فرنسا كرأس الاتحاد الأوروبي، هذا الرأس الذي وعد برد على الطلب خلال أيام قليلة. وفي الوقت نفسه يظهر الاتصال الذي جمع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يبدو أنه نوع من التفاوض لإلغاء ضربة مقابل صفقة غير معروفة حتى الآن وفق ما يراه محللون. لم تكتفي واشنطن بالتوجه غربا بل تحولت نحو الشرق عبر لقاءين مع خصوم الأمس في الخليج العربي قطر والسعودية واللذين كانا متوحدين في الرؤى حول ضرورة إنهاء معاناة الشعب والرد على ما حدث في دوما. الحلف الأمريكي يشهد تصاعدا في العدد والتنوع والتوزع الجغرافي في حين يقابله حلف يضيق الأفق أمامه لا سيما مع بوادر خسارة موسكو لأنقرة التي يبدو أنها لن تسانده في هذه القضية وهي أقرب للحلف المقابل. أسأل حول هذا الموضوع الدكتور عماد حرب مدير الأبحاث في المركز العربي. دكتور عماد، أعلن ترامب الحرب صراحة، برز ذلك في تصريحاته الأخيرة وتحذيراته من الصواريخ الذكية والجميلة، كيف يمكن أن تتطور هذه الحرب بين موسكو وواشنطن على الأرض السورية؟ بالحقيقة لا أعتقد أن الرئيس ترامب، نحن نعلم أنه يحب المبالغة فيما يقوله، لكن بنفس الوقت هناك ضغوط كثيرة على الرئيس لأن يقوم بشيء في سوريا، لأن هناك الكثير من السياسيين في واشنطن الذين يعتبرون الولايات المتحدة قصرت كثيرا في المسألة السورية وأنها سمحت لروسيا بأن تسيطر على كل شيء هناك، ولهذا هناك ضغوط على الرئيس لأن يقوم بشيء. ولكن المشكلة هنا هي
متعددة الجوانب الحقيقة، منها مسألة داخلية. الرئيس ترامب يحاول أن يرد الاعتبار لنفسه لأنه تحت تحقيقات بأن حملته الانتخابية عام 2016 تعاملت مع روسيا واستفادت من تدخل روسي في الانتخابات، لهذا هو يحاول أن ينفض ذلك الاتهام عنه بأن يقف ضد روسيا في سوريا وأن يقول لروسيا إنه سيحاول ما سيحاول. ولكن بنفس الوقت هناك أيضا تداعيات دولية إذا قام الرئيس بأن يقوم بأي عمل. ما هي هذه التداعيات في سوريا؟ ولذلك هو يحاول بالفعل كما ورد في التقرير، التداعيات هي أن الولايات المتحدة قد تدخل في مسألة عويصة، مسألة حربية، قد تدخل في حرب في سوريا دون أن تكون مستعدة لذلك، بمعنى أنها ليس لها قوات على الأرض، هي فقط لها حوالي 2000 جندي يدربون في شمال سوريا، يدربون بعض المقاتلين الأكراد في شمال سوريا، وليس لها سوى القطع البحرية بالطبع بالبحر المتوسط وسلاح الجو. أما على الأرض فروسيا هي وإيران هما اللتان تسيطران على الأرض. لهذا الرئيس ترامب رغم أنه قليل المعرفة في المسألة السورية، هو يحاول أن يجيب على الكثير من الأسئلة وأن يحاول أن يجيب على ضغوط داخلية وضغوط دولية وخاصة من الدول العربية كما ورد في التقرير من السعودية ودولة قطر. نعم، ما إذا حصلت الضربة سيد رضوان، إلى أي حد ستكون قاسمة لظهر النظام السوري وحلفائه الروس والإيرانيين في سوريا؟ كيف يمكن أن توسع واشنطن رقعة استهدافها؟ يعني ستكون مختلفة برأيك عن ضربة التشعيرات في العام السابق؟ هو هذا السؤال الرئيسي، السؤال الذي يتردد على كل الألسن في كل المنابر الإعلامية. الغالبية العظمى من المحللين والمراقبين السياسيين يسألون ويستفسرون ما مدى حجم هذه الضربة، كيف تكون هذه الضربة؟ هل ستكون فعلا ضربة موجعة قاسمة وقاضية، أم راح تكون ضربة تأديبية، ضربة مثل ما يقولون فركة أذن؟ هل ستكون لها آثار وتبعات، ما تغييرات في المجال السياسي بالموازاة مع الضربة، تغيير في السياق السياسي لتداول المسألة السورية في المحاور المعروفة جنيف أو أستانا وإلى آخره؟ يعني هنا بيت القصيد، الضربة حدتها، أبعادها، حجمها، الدول المشاركة فيها، الأهداف المعلنة أو التي ممكن تكهنها، كل هذه هي المسائل التي راح تحسم. ألا يوجد مؤشرات برأيك توضح ماهية هذه الضربة؟ المؤشرات والعجالة بهذه الشيء من نعم سيد رضوان، ألا يوجد أي مؤشرات توضح ماهية الضربة المحتملة للنظام السوري؟ أحد المؤشرات هي تأخر الضربة. نعم سيد رضوان، هي يعني تأخر الضربة أولا، ثانيا اليوم يعني في هناك يعني بين روسيا وأمريكا، بس معك روسيا وأمريكا كانوا متقاسمين الأدوار في سوريا منذ 7 سنوات، لم تحدث اصطدامات حقيقية لا في الأجواء ولا في الأرض، اللهم باستثناء حالة أو حالتين يعني حلوها بشكل سريع. إذن المسألة لا تكون جدا يعني مستعصية على الحل بين الطرفين، أو بالأحرى يعني هم الطرفين لا يريدون أن يدخلوا في صراع بالأسلحة الغير تقليدية، هذا ما يؤكده الغالبية العظمى من المحللين العسكريين والسياسيين. لذلك ما يراد من الضربة هاي هو هاي بيت القصيد، يعني إذا كانت أمريكا، وهذا كمان الغالبية العظمى من الناس المراقبين يشككون في الموضوع، لأن مواقف ترامب اللي حاليا تظهر بشكل كثيف في الإعلام يذكروننا بأنه كان ضد حتى المواقف المتواضعة جدا من أوباما تجاه النظام السوري في عام 2013. يعني كان ينصح أوباما
أوباما دعك من الحرب، دعك من سوريا، اخرجوا من سوريا. واليوم يوميا كان يعني عنده تصريحات مع البقاء وأخرى بالانتقال أو العودة السريعة. لذلك هنا هذا هو بيت القصيد. إذا كان لديهم نية الأسرة الدولية، ما بعرف حاليا بس انضمام فرنسا وبريطانيا في بعض مسألة سكريبال، يعني خلق دوافع جديدة لخلق تعاضد آخر ومحور أقوى مقابل سوريا، هل هذا سيفيد بنقلة نوعية في التداول الموضوع في المطالبة بحل سياسي في جنيف أو أماكن أخرى؟ هو هذا هو بيت القصيد. سيد ماجد، الضربة المادية ما راح تكون هي الحاسمة. نعم سيد ماجد، أود أن أسألك عن رأيك فيما يتعلق بالمستفيد من هذه الضربة. ما الذي تريده الولايات المتحدة منها؟ أولا ماكرون أعلن أنه لن تكون هناك استهداف لا للاحتلال الروسي ولا للاحتلال الإيراني. وأنا المفارقة يبدو أنه فقط الاحتلال الروسي يسمح للاحتلال الإسرائيلي بقصف الاحتلال الإيراني، لكن ليس بإمكان أمريكا أن توجه ضربة لا ضد الاحتلال الروسي ولا ضد الاحتلال الإيراني. وأيضا كما تحدث ماكرون أيضا، الأمر الآخر أن الضربة غالبا يعني ممكن نسميها شعارات بلس، يعني أو يعني أكثر قليلا من شعارات، لكن ليس ما كان يفكر به مثلا أو ما كان موضوع على طاولة أوباما في 2013. يعني لا يتم الحديث عن توجيه ضربة قاسمة للنظام، لكن أيضا كما قال ماكرون سيتم توجيه للبنى التحتية التي استخدمت أو تستخدم السلاح الكيميائي. لن تكون هناك ضربات شديدة لأنه حتى الآن في الغرب هناك غياب للاستراتيجية المتعلقة بسوريا. يعني مثلا ترامب في تناقضات وقال أنه لو كان أوباما التزم بالخط الأحمر الوضع عام 2013 لما وصلنا إلى هنا ولكان الأسد أصبح من التاريخ. يعني هذا كلام يعني قد يكون صحيح ويحتاج إلى النقاش، لكن قد يكون صحيح لحد بعيد. لكن الآن لا أحد يتحدث عن استهداف لا للاحتلال الروسي ولا الاحتلال الإيراني، لا أمريكا ولا حتى فرنسا ولا بريطانيا، فقط إسرائيل بإمكانها استهداف الاحتلال الإيراني. الأمر الآخر أنه لا ليس هناك توجيه ضربة قاسمة للنظام كما كان مطروح في 2013. يتم الحديث عن ضربة تحذير روسيا. يعني اليوم حينما يتحدث ترامب ويطالب روسيا بالاستعداد لاستقبال الصواريخ، يعني ما عندي شك ان المواقف الروسيه هي كلها اعلاميه، وكما حصل في قصف شعيرات يعني ستكون ضربه طالما ان الضربه غير قادره على تغيير الوقائع على الارض بشكل جدي فان روسيا ستستوعبها او ستهضمها. لكن واضح ان الغرب لا يملك استراتيجيه تجاه سوريا، واذا كان ترامب ينتقد دائما اوباما فانه عمليا على الارض نفس الاستراتيجيه اللي اتبعها اوباما ما زال مستمر فيها ترامب. اذا كان يريد ان يواجه يعني ايران، كيف يمكن مواجهة إيران دون تحديد موقف من الأسد مع التركيز على داعش أصل العرض وليس أصل المرض؟ تعرف أنه توماس فريدمان كتب مقال في نيويورك تايمز أنه لماذا نحارب، لماذا تحارب أمريكا داعش؟ جون مكين عندما استجوب القادة العسكريين في سجال شهير موجود على اليوتيوب، يعني في النهاية الاستنتاج كان أن سياستنا كلها تصب في مصلحة الأسد وحلفائه. يعني ليس هناك موقف من النظام وليس هناك موقف من كيفية مواجهة إيران، ولا يمكن مواجهة إيران والنظام بالاعتماد على بكك السوري. يعني ولكن ليس من المحتمل أن الملف السوري اليوم في البيت الأبيض يدخل منعطفا جديدا مع تغيير ترامب لبعض موظفيه في البيت الأبيض؟ يعني المستشار الأمن القومي الجديد اللي باشر أعماله يوم الاثنين يعني من أنصار توجيه ضربة ومن أنصار القوة ومن أنصار مواجهة روسيا، لكن تجاه سوريا تحديدا ليس هناك موقف واضح. كيف يعني لا يمكن التركيز على داعش فقط دون الحديث عن النظام في الناحية السياسية؟ يعني ما هو الموقف من جنيف؟ ما هي العلاقة بين أستانا وترامب؟ والأمر المهم الآخر، لا يمكن بلورة استراتيجية أمريكية وغربية في ظل القطيعة أو في ظل تجاهل المصالح التركية أو في ظل الاعتماد على إرهابيين الولايات المتحدة نفسهم، كما قالت هيئة الاستخبارات الوطنية كما قدمت للكونغرس تعتبرهم إرهابيين. دكتور عماد، برأيك لا يمكن الاستغناء عن توجيه ضربة محتملة إلى النظام السوري مقابل صفقة معينة يتم التوصل إليها مع الطرف الروسي، ربما سيناريوهات تتمثل أحدها في سحب الكيماوي، تخفيف التواجد الروسي أو الإيراني حتى في دير الزور، خصوصا بأنه ترامب أول من تواصل معه بعد هجوم الكيماوي هو رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي؟
بالحقيقة لا أعتقد أن أي حل مرحلي، أي حل جزئي يكفي للوضع في سوريا. لا الضربة العسكرية ستكفي الوضع، ولا اتفاق حول ما تبقى من الأسلحة الكيماوية التي اعتبرنا أنها كلها اختفت ولكن يظهر أنها لم تختفي، أو إذا كانت إعادة الاعتبار لعلاقات معينة أو إعادة الانتشار في دير الزور وغير ذلك. المسألة الأساسية هي في عملية الانتقال السياسي من نظام قمعي، نظام ديكتاتوري، نظام دامي، إلى نظام ديمقراطي في سوريا. وهل العالم، هل المنظومة الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة، هل هي مستعدة لأن تفرض حلا من هذا النوع؟ لا أعتقد أن المنظومة الدولية ملتزمة بحل من هذا النوع، علما أنه هو الحل الوحيد. إذا اتفقنا اليوم على سحب ما تبقى من الأسلحة الكيماوية، لا، وهذا ما حصل في 2013، فهذا لا يعني أن النظام لن يستعمل أسلحته لضرب المدنيين مرة ثانية، حتى لو لم يكن ذلك بالأسلحة الكيماوية. الأسلحة الكيماوية هي الاستثناء، إذا شاء التعبير، للحرب التي شنها النظام على شعبه. هناك البراميل المتفجرة وسلاح الجو والحصارات والقتل والتهجير. لهذا هنا المشكلة أكبر من الأسلحة الكيماوية. لهذا الحل للقضية السورية يأتي من حل شامل للقضية، وذلك الحل الشامل أتى من جنيف في عام 2012 وسيستمر، وهذا هو الحل الوحيد القابل للنجاح بالفعل. نعم سيد رضوان، أخيرا إلى ماذا تشير برأيك التصريحات التركية الجديدة الصادرة عن وزير الخارجية مولود شاوشأوغلو؟ عادت التصريحات التي تهاجم الأسد بشكل مباشر من قبل تركيا. السيد العزيز، هو برأيي التصريحات التركية يعني التناقض الصريح فيها يعني ما تحتاج إلى لا للتفسير ولا للتحليل. اليوم يعني المصلحة المشتركة لتركيا مع روسيا في سوريا يعني عبارة عن جملة من التناقضات. هم مع روسيا في يعني مسائل استراتيجية، في المسائل الاقتصادية الاستراتيجية، وفي نفس الوقت كانوا وإلى اليوم يدعون بأنهم يدافعون عن مصالح الشعب السوري، وهم مستعدون لإيواء أهل دوما ومستعدون لأن يبنون لهم في مناطق شمال سوريا ولا يعترفون أصلا بالاحتلال. يعني تتوقع دخولها بعجالة لو سمحت، تتوقع يعني دخول الأتراك في حلف مع الولايات المتحدة حول الضربة العسكرية الجديدة؟ أنا برأيي يتحينون الفرص. تركيا ليست جادة بعلاقاتها مع روسيا، وهذه يعني حجم العلاقات والتبادل التجاري الحديث ما يدل على أنه هالمسألة هي راح تدخل في حيز التنفيذ والتطبيق. أنا برأيي يتحينون الفرص للانقلاب على شريكهم، سواء لجهة أمريكا أو لجهة أي دولة أخرى، لأنه بالأخص هم عارفين أنه ما يقدرون يتخلوا عن ناتو، وهم جزئيا يعني هناك أمور كثيرة يعلنون عنها صراحة. يعني لا يكفينا الوقت حتى أشرح لكم تفاصيل الوضع، مثلا بموضوع أوكرانيا، موضوع قرم، شبه جزيرة القرم، هم معادين لروسيا بسياستها الدقيقة الداخلية. لكن هنا في سوريا يعني أود أن أعتذر منك كثيرا سيد رضوان، ولكن داهمنا الوقت بشدة. أريد أن أشكرك جزيل الشكر، وصلت الصورة. أريد أن أشكرك جزيل الشكر السيد رضوان بادين، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من أربيل، وأنت محلل سياسي، ومعنا من واشنطن عبر الأقمار الصناعية الدكتور عماد حرب، مدير الأبحاث في المركز العربي من واشنطن. أيضا أشكر السيد ماجد عزام، جزيل الشكر على المشاركة. أيضا أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. لكم مني ومن فريق العمل أطيب تحية. زوروا موقعنا الإلكتروني سوريا.tv. إلى اللقاء.